كنعرفوا اهميه ديال الصالون المغربي ديالنا في الدار، كنا كنبغيو يكون عندنا واحد الصالون زوين سورتو ملي كنشريو دار جديده، لكن كنعرفوا بان الميزانيه ديالو شويه عاليه. اليوم منصف غيدوي لينا على واحد الموضوع ديال التمويل ديال الدار ملي كنبغيو نشريوها. غادي نتسناه لان بغيت نستشر معاه في هذه النقطه، وعلى ما يجي غادي تخليكم معايا غندوي لكم شويه على الصالون، نعطيكم النصائح وبعض الحلول والاخطاء اللي خصكم تتفاداوها. اليوم نوال خصها الفلوس باش تتوحد الدار وتجهزها، يلا معايا نوريكم كيفاش غادي نديرها. الصالون المغربي كيف ما كنعرفوه هو اللي مهم في الدار ديالنا وكيهز لينا واحد الميزانيه كبيره، دونك خصنا نعرفوا الاخطاء اللي خصنا نتفاداوها ونعطيكم الفرق بين الصالون المغربي والصالون العصري. الفرق بيناتهم اول حاجه في القياسات، هذه خصنا نعرفوها وما نغلطوش فيها لان بزاف اللي كيطيحوا في هذه الاغلاط. الصالون المغربي خصنا ما نفوتوش بين 75 حتى 80 في العرض ديالو، اما الصالون العصري ولا الكنابي اللي كنعرفوه هذاك تنقدروا نديروا بين 85 حتى المتر، ماشي مشكل. ثاني حاجه، النقطه الثانيه وهي الصالون المغربي من الاحسن يكون الفورما ديالو ولا لا فورم ديالو على شكل او، هذا هو اللي كيكون زوين في الصالون المغربي. بيان سور حنا ملي كتكون عندنا المساحه كبيره، اما ملي كتكون صغيره فممكن نديرو على شكل ال ولا كيف ما قلنا الاو هو اللي احسن. اما الصالون العصري فالعكس، فالال هو اللي كيجي زوين فيه. هادو النقط الثانيه. النقطه الثالثه للفرق بيناتهم وهو الروسور ولا البونج اللي كنخدموا به، دونك من الاحسن نخدموا بالبونج في الصالون العصري وفي الروسور في الصالون المغربي. كيفاش نعزلوا الالوان والاثواب؟ الالوان ديال الثوب ولا ديال الفراش كيتعزل على حساب النمط ديال الديكور. اول حاجه نشوفوا النمط اللي بغينا. الصالون المغربي كيف كنعرفوا دائما كنبغيو نديروا هكا الوان تكون مبهجه وشويه هكا كي كنقولوا حنا شالوروز ولا هكا سخونه. اما الصالون العصري فمن الاحسن نشوفوا الالوان المحايده، يعني الباج الكري هكا الواحد البلونكاسي هكا باش ما نعياوش منه، لانه هو اللي كنجلسوا فيه بزاف. كيف ما كتعرفوا مع الاسف الصالون المغربي دائما كنخليوه للناس اللي كيجيو عندنا، وهذه خصنا نحيدوا هذه القاعده، نحاولوا نستعملوا الدار ديالنا كامله. دونك نرجع للصالون المغربي والعصري بجوج بهم، النقاط المهمين باش كيكملوا وهما الزرابي وكذلك الستائر ولا الريدويات، هادو نقاط مهمين واخا هما اكسسوارات ولكن كيكملوا لنا الديكور ديال الصالون، الا ما درناهمش راه كيبقى الصالون ناقص بزاف. نعم جربوها وغادي تشوفوا. الاخطاء اللي خصنا نتفاداوها كذلك وهي ملي كيكون عندنا الثوب مزوق فنحاولوا الزربيه ما نديروهاش مزوقه، نديروها سامبل. الفرق بين المغربي والعصري كذلك في الكاليتي ديال الزربيه وكذلك الستائر. في المغربي نقدروا نديروا الستائر هكا شويه سوايوز، يعني هكا كساتيني، اما في العصري فمن الاحسن نديروا هكا دي ستور كيجيو زوينين بزاف. الفرق بيناتهم كذلك وهي في الخدادي ولا في المخدات. فالصالون المغربي كيف ما كنعرفوا كتكون الخديه هكا بلديه، كتكون مخيطه هكا في الجناب عاديه، اما الصالون العصري فكتكون هكا مربعه على شكل فاليز كنسميوها حنا الباليزه، وكذلك لي بيتي كوسان كيكونوا في العصري وفي المغربي. دونك فهمتي الفرق بين المغربي والعصري؟ عفاكم الا كان عندكم واحد المنطقه فيها المغربي على العصري فحاولوا ديروا الالوان هكا تتكون متقاربه، اما الوان محايده وتكون واحد العلاقه بيناتهم، ولا يكون واحد في لون هكا شويه محايد والاخر نقدروا نديروا فيه واحد اللون. دونك هكا نكون عطيتكم النصائح والاخطاء اللي خصكم تتفاداوها في الصالون ديالكم، وانا شفت منصف تعطل عليا دونك نتسناوه باش هكا يجاوبني على السؤال ديالي ديال هذا المشكل اللي عندي ديال بغيت نفرش ونشري هذا الاثاث ولكن ما عنديش كيفاش انمول. اهلا وسهلا نوال، اسمح لي على الغوطه. ماشي مشكل، على احسن ما درتي هكا عطيت شويه النصائح ودويت شويه على الصالون المغربي لانه مهم. الصالون المغربي مهم وانا عارفه مهم، هذا راه حاضر شي شويه بونج ولا روسور؟ تعطلتي، دخل شوف الحلقه وخلينا دابا عرفت. صافي قولي لي، درتي لي على السؤال اللي قلت لك ديال هذيك السيده اللي باغا تشري الدار ديالها وباغا تمول. خليك معنا نفسر لك. كيف كتعرفوا كاين جوج انواع ديال الناس اللي كيشريو الديور ديالهم. كاينين الناس اللي كتخلص وكتمول فلوسها ديريكتومون من عند المنعش العقاري اللي ما كيدوش من بزاف ديال المراحل، كيمشي عنده كياكد لابارتمون ديالو، كيصوب واحد الوعد بالبيع وكيلتاج ديريكتومون عند الموثق باش كياخذ سويرتاتو. اما بالنسبه للشخص الاخر اللي هو محتاج لواحد التمويل ديال البنكه، هنا كاينين جوج انواع ديال التمويلات. كاينه البنكه التعاقديه سكون ابيل لا بونك كونفونسيونيل، وكاينه البنكه التشاركيه سي لا بونك بارتيسيباتيف. بالنسبه للبنكه التعاقديه ولا البنك التقليدي،
ملي كتعجبك شي دار كتمشي تشوفها وصافي كتكون متاكد انك بغيتيها، كتمشي عند المنعش العقاري وكتتفق معاه وكيعطيك واحد لو ديسكريبتيف. شنو هو الديسكريبتيف؟ هي واحد الوثيقه فيها جميع الخصائص ديال الدار، المساحه ديالها، عدد البيوت ديالها، الحمامات، اي حاجه كتعلق بهذيك الدار. وبعض المرات تقدر تطلب منه انه يعطيك شهاده الملكيه. كتهز هاد الوريقات هادو وزيدون على هادشي كامل، كتمشي تجيب الاوراق ديال ما يثبت على انك قادر تخلص واحد لاطخيل. الا كنتي موظف كتمشي تجيب الاوراق ديال الخدمه ديالك، والا كنتي تاجر كتمشي تجيب الاوراق اللي كتثبت على انك تاجر بما فيه الار سي لو ريجستر دو كوميرس وما الى ذلك. كتشد هاد الوريقات وكتمشي عند المستشار التجاري ديالك ديال البنكه، كتجلس معاه كتقول له ها لابارتمون وهاد الثمن ديالو. هو هنا كيشوف هذوك الوريقات وكيحدد نسبه الفائده اللي غادي يزيد على هذاك الثمن، وغادي يقسمها لك على عدد الاشهر والاعوام اللي اتفقتيو عليها باش تخلصهم. وهذا الشيء كله غادي يخرج له واحد لا تريت. كتسمعوا بزاف بالطريطه، الطريطه هو واحد القدر ديال الفلوس اللي كتخلصوا كل شهر لهذيك الدار. من بعد ما كتحط الملف ديالك عند البنكه، المستشار التجاري تيقول لك غادي نتصلوا بك. هذيك نتصلوا بك شنو هي؟ هي غادي نقراو الملف ديالك ونشوفوا واش انت خصنا نعطيوك التمويل ولا لا. في غالب الاحيان كيجاوبوك بواحد الموافقه المبدئيه ما بين 3 ايام حتى 10 ايام. هذا لا يعني انه عطاك الفلوس باش غادي تشري الدار، ولكن غير انت مقبل على شراء الدار. ولا خاصك شي ورقه طبعا غادي يعيط عليك ويقول لك زيدها في الملف ديالك. الا كان كل شيء مزيان كيعاود يتصل بك المستشار التجاري وكيقول لك مبروك عليك، راه البنكه عطاتك التمويل ديالك. ولكن هنا انت ما غادي دير والو، البنكه كتصيفط الموثق كتقول له وجد لي واحد النموذج ديال العقد النهائي باش حنا نصيفطوا لك الفلوس وانت الموثق غادي تخلص المنعش العقاري. لانه خصك تعرف انت ما كتاخذش الفلوس، انت كتاخذ السوارت ديال الدار ديالك من بعد لا سينياتور وتمضي في العقد النهائي عند الموثق. بالنسبه للبنكه التشاركيه واللي هي لا بنك بارتيسيباتيف، نفس الشيء غير هي ما فيهاش نسبه الفائده. عجبتك دارك كتمشي تاخذ هذاك لو ديسكريبتيف او الوثيقه اللي فيها الخصائص ديال لابارتمون وكتمشي للبنكه. هنا هما اللي تيشريوها بسميتهم، ولكن هما اللي تيحددوا لو مونطون والقدر ديال هذاك لابارتمون اللي غادي تخلص نتايا في واحد المده زمنيه اللي حتى هي على حسب ما بغيتي نتايا، من 10 سنين حتى ل 25 عام، وكتخرج لك واحد لاطخيت هذاك القدر ديال الفلوس اللي غادي تخرجوا في الشهر. غادي تقولوا لي ما علاقه السؤال ديال نوال ديال الصالون مع التمويل ديال الدار؟ نوال انا هنا غادي نجاوبك على السؤال ديالك، وغادي نقول لك بانه كاينين بعض الابناك اليوم كيقدروا يمولوا حتى ل 115%، صافي دي 15% زايده ديال الثمن ديال الدار بوغ لاميناجمون الفراش. وهكذا غادي نقدروا نعطيو نوال الفلوس باش تصوب لنا شي صالون من برا. لي انا لا السيده، ولكن ميرسي بور لو كونساي. هادي افيك بليزير نوال، دائما وقت ما احتاجيتيني انا كاين. ميرسي بوكو مونساج. كنتمنى انني نكون جاوبت على السؤال ديال نوال، وانني وضحت لكم هذه المعلومات ديال كيفاش نمولوا الدار ديالنا عن طريق البنكه. ومرة الجايه راه ما غنبقاش نتعطل عليك نوال. ان شاء الله. تبارك الله عليكم، والى حلقه مقبله باذن الله.